مخيمات النزوح في قطاع غزة. لنوصل رسالتنا للعالم ولكل العالم انه اطفالنا بيستحقوا الحياة واطفالنا بيحبوا الحياة، اطفالنا محتاجين انه يكونوا في اماكن افضل من هيك. بحب هذه الخيمة الملونة، بحب انه تضلها تكون موجودة على طول عشان تضلها تلعبنا. انا ما عنديش العاب عشان وهي انا ما عنديش العاب فيهم، فهي عندها العاب تخليني العب ترسم لعويج. احنا زهقنا من هذه الحرب، احنا تعبنا، احنا بدي ارجع بيت اللي صاروا كام، بدي ارجع مدرستي وصفي، بدي احمل كتبي وادرس واكمل حلمي واصير دكتورة اخدم المجتمع الفلسطيني.